جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما رأيكم في الموظف في الدائرة الحكومية أو المسؤول الذي يفرق بين الموظفين في الانتدابات والمكافآت في العمل، وما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك هو النظام الذي جعلته الدولة، فلا يجوز للمدير أو غيره من المسؤولين أن يتخطى النظام ويخص بعض الموظفين دون بعض، وإذا كان هذا يخالف نظام الدولة. نعم.